من جديد أرحب بحضراتكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بضيفي في هذا الحوار الدكتور سعد الزنطة مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا وسهلا منورا. أهلا بك أستاذ. الحقيقة وإحنا بعد 3 سنين لما نفتكر ذكريات 3/7 اللي كانت بعد 30/6 مباشرة، زي ما التقرير قال، أما أمهلت القوات المسلحة 48 ساعة لكافة الأطراف للاستجابة لمطالب المصريين وجموع المصريين التي كانت منتشرة في الشوارع والميادين. ما يمكن أن تتذكره أنت ونحن نسترجع هذه الذكريات بعد 3 سنين؟ هو الحقيقة احنا مش هنلحق نسترجع، هو الموضوع مثل أمامنا يعني الحقيقة، وربما يبقى من حظ جيلنا أن هو عصر ثورة. صحيح. وثورة كبيرة زي 30/6/3/7 الحقيقة. طبعا قبلها دار بفترة كان في نوع من الاضطراب الكبير في الدولة. وكنا حاسين طبعا هي سنة سودة قبلها، سنة سودة اللي حكمنا فيها الإخوان الحقيقة. ما فيش حد من تقريبا معظم المصريين كان في حالة من عدم الاستقرار ونوع من القلق ونوع من الخوف الحقيقة، خاصة من أشقائنا الأقباط كان خوف عندهم كبير. ومن المصريين كلهم الحقيقة. لكن كان عندنا ثقة في القوات المسلحة، ولذلك في اليوم ده لما طلعت القوات المسلحة بالبيان الأول الناس شعروا بأن هناك شيء كبير يحدث. في وانت عارف المصريين احنا دايما بنقلق لما نهدد في لقمة العيش، في عقيدتنا، في أوطاننا، في حاجات بتحرك المصريين. وأنا بعتقد أن اليوم ده مثل قدامنا، كأنه الحقيقة كأنه الآن مصر كلها خرجت الحقيقة، وكانت خرجت لتأييد القوات المسلحة في الدور الوطني وليس السياسي. الحقيقة اللي عمله القوات المسلحة واللي عملته القوات المسلحة كان دور وطني مش دور سياسي، زي ما حاولوا يوصفوه بهذا الوصف عشان يلاقوا ماسكة لمصر أو يلاقوا ماسكة للقوات المسلحة المصرية. وأنا بعتقد أن ما فيش حد في مصر تقريبا ما كانش عنده في هذه اللحظة نوع من البهجة والفرح. كلنا كنا مبسوطين الحقيقة، ومش مبسوطين اللي هو الفرح العادي، لا احنا كنا حاسين ان ممكن مصر تضيع. شوف لما تبقى حاجة غالية عليك، ومش الموضوع مش موضوع حتى حاجة بتمتلكها، انت عندك الوطن بالنسبة لكتير من المصريين، ما عادش طبعا كل المصريين زي الاول، لا بقى، لكن لمعظم المصريين الوطن بيمثل قيمة كبيرة. ولما القيمة الكبيرة تحس انها بتتسرق منك وبتتاخد منك، وانك ربما تتحول الى مواطن من الدرجة الثالثة او الرابعة، او احتمال انك تضطر تحت ضغوط وبيئة مش مناسبة لك انك تخرج من الوطن، زي ما شفنا اشقائنا في ليبيا وفي سوريا وفي حالة التيه الكبيرة اللي هم فيها الحقيقة، والموت القهري اللي في البحار. كلنا كنا بنبص على اشقائنا في الحالة دي، وكأننا كنا ننتظر او نترقب ان هذه اللحظة هتطالنا. لكن الحمد لله دور الوطن الحقيقة للقوات المسلحة أنقذ مصر، وربما أنقذ المنطقة والعالم كله من مرحلة كانت تبقى قاسية جدا وهتكتب في التاريخ لأنها فترة سوداء في تاريخ المنطقة الحقيقة. دكتور، لما اشتدت الحالة على المصريين في السنة السوداء اللي حضرتك قلت عليها، فترة حكم الإخوان، بالحس السياسي هل كنت تتوقع مع المصريين أن يكون هناك تحرك مختلف من جانب القوات المسلحة استجابة للنبض العام في الشارع؟ يعني حتى قبل الثورة، قبل 30/6، كان فيه اتجاه طاغي في المجتمع رافض لسياسات الإخوان في كل ممارسات الحياة المصرية. هل كان يعني هناك توقعات بأن يكون هناك تحرك من جانب القوات المسلحة على اعتبار أنها كانت الميلاد الأخير بالنسبة للمصريين؟ هو الحال طول عمر القوات المسلحة، مش المرة الأولى دي، حتى في مش في الثورات، حتى في الأزمات الكبيرة على طول تاريخ مصر القوات المسلحة مدرسة حياة، مدرسة الوطنية. وإحنا كلنا مش كنا منتظرين، إحنا كلنا كنا بنحتمي في القوات المسلحة، خاصة كان عندك المؤسسة الأمنية الحقيقة في حالة صعبة، يعني في 25 يناير تقريبا انتهت المؤسسة الأمنية ودابت معاها العقيدة الأمنية، والحقيقة القوات المسلحة ملت الجزء ده. لكن على مستوى بقى الخوف الكبير وحالة الرعب الكبيرة، أنا بعتقد إن إحنا كلنا حالة الرعب بتاعتنا كنا بنحتمي حتى لو بصورة القوات المسلحة. فالقوات المسلحة دورها متوقع، وفي اللحظات دايما اللي بتحتاج إنها تتدخل، مش حتى أستاذ فوزي في هذه اللحظة بس، في كل لحظة الدولة تحتاج فيها إلى مظلة أو قاطرة بتلاقي القوات المسلحة، وده دور متوقع
وكلنا كنا متقلين قوات ولا زلنا للان. الحقيقه احنا اذا كنا في فتره احتمينا بالقوات المسلحه فاحنا النهارده كلنا ورا القوات المسلحه قاطره، لان اللي بيعمل القاطره الكبيره في الدوله النهارده في كل مجالات الحقيقه، مش العسكريه بس، العسكريه والامنيه والاقتصاديه، كل مناحي الحياه فيها قاطره كبيره بتشد مصر، بتخرجها من حاله التازم اللي احنا كنا فيها. اعتقد القوات المسلحه قايمه بالدور جيد، ولا نتوقف عند انها مظله فقط بنحتمي بيها، لكن هي قاطره الان تخطت مرحله الحمايه الى مرحله الاستقرار الاقتصادي والعسكري والامني في الدوله. طب خلينا نتكلم برضو عن الاجيال التي لم تعاصر وربما الاجيال القادمه. خلينا نقول التاريخ هيكتب ايه عن دور كافه الاطراف في هذه المرحله الفارقه من عمر المصريين، لما الناس نزلت الشوارع والقوات المسلحه استجابت لنداء الوطن وحصلت الكثير من التغيرات السياسيه في مستقبل مصر ربما لا تحدث خلال سنوات كثيره. صحيح. التاريخ هيكتب ايه يا فندم عن دور كل الاطراف، بدايه من المواطن البسيط وصولا للمشير عبد الفتاح السيسي انذاك عندما كان وزيرا للدفاع. هيكتب الاول ان القوات المسلحه زي ما قال السادات الله يرحمه درع وسيف للدولة. هيكتب ان المدرسة العسكرية مدرسة وطنية بالدرجة الأولى، وإنها لازالت ورشة صناعة الرجال. لأن في مؤسسات، كل مؤسسات مصر مؤسسات وطنية، لكن القوات المسلحة دايما هي ورشة صناعة الرجال. الحاجة الرابعة إن هيتقال برضو عن القوات المسلحة إن كان فيها مجلس عسكري محترم، كان فيها مشير طنطاوي يجب إن احنا في اللحظة دي نوجه له التحيه، لانه حافظ هو والمجلس على الدوله في فتره صعبه جدا. ربما لما التاريخ يكتب من واقع المستندات والسجلات الاجتماعات وبعد التجربه ما عدت، طبعا ونبقى اكثر امانه في التناول. صحيح. هنقول ان الراجل ده حافظ على مصر. هنقول ان هو اللي قدم لنا السيسي، محدش تاني قدم السيسي. لان في بعض الرجال بتصنعهم المواقف. لا، هو اعتقد ان مشير طنطاوي المدرسه العسكريه هي اللي صنعت الموقف وقدمت قياده للموقف، اللي هو كان امين في السيسي. طبعا هيتقال الكلام ده، وهيتقال كمان ان الشعب كانت زادت عنده درجه الوعي السياسي رغم حاله الخوف، لكن ما وصلش لدرجه ان هو خاف وانكمش، لا ما وصلش لدرجه الانكماش، بالعكس الشعب اتحرك والشعب حس بقواته المسلحه وبالدور اتحرك معاه. لكن عاوز اقول لك ان في حاجات، نقاط يجب ان احنا ناخد بالنا منها في هذه الثوره. رغم كل اللي حصل ده، لكن حصل تغير في البنيه الاجتماعيه والسياسيه في المجتمع. احنا ما شفناش ايامها الاحزاب، ما شفناش ايامها منظمات المجتمع المدني. صحيح. شفنا الشعب بلا ملامح محدده، بملامح عامه. شفنا السيده المصريه اللي هي، وهي على فكره حتى في البيت اول حد بيشعر بالخطر على الاسره هي الست. شفناها كتله صلبه ضمنت التغيير. شفنا اشقائنا الاقباط، ويجب احنا ناخد بالنا من النقطه دي. انت عارف دي كتله اجتماعيه صلبه يعني، وكان في تجارب كتير قالت ان الناس دي هم شركاء الوطن. يجب احنا ناخد بالنا من النقطه دي. صحيح. ناخد بالنا من ان الاول مرة في تاريخ مصر يبقى فيه خونة، في ناس بتخون لدرجة ان رئيس خان، ده عمرها ما حصلت لا في تاريخ مصر وفي احط المنارة حتى من الفراعنة. في مصر مرت في عصور بيسموها مرحلة الاضمحلال او الانحطاط، لم تصل اطلاقا عبر التاريخ، عبر التاريخ. وربما في دول كتير مش في صحيح. مصر بس. صحيح. صورة نادرة الحقيقة لاول مرة وحصلت في مصر ان رئيس خان رئيس مصري يخون. مش معروف عن المصري كل السلوك البشري موجود عنده، كل القيم بكل انحناءاتها موجوده عند المصريين، لكن الخيانه لا مش موجوده. لاول مره بقى عندك الكلام ده، لاول مره بقى عندك طابور خامس يسكن كل مفاصل الدوله. موجود الكلام ده، كان موجود ولا زال موجود للان. لاول مره الحقيقه تجد ان هناك وعي عام لدرجة ان الناس قدرت بسرعة تستوعب وتتحرك. ده ما كانش الثورات دايما بتاخد فترات، لا انا في خلال 3-4 ايام الناس اتحركت بسرعة شديدة. الحقيقة دي كلها ظواهر
انا اعتقد ان التاريخ هيسجل كمان ان لاول مره من 28 من اول ما اتعمل هذا التنظيم كان عندنا فساد كتير. فساد اخلاقي قيمي، فساد اداري، فساد مالي، فساد في الزمن، فساد في الضمائر بحكم طبيعه الاشياء في المجتمعات. لكن الفاشيه الدينيه في صورتها القبيحه بقت موجوده عندك، ونتج عنها لغايه الان وهيسجل الكلام ده ان المصريين بيموتوا بعض. ده ما حصلش. صحيح، ما كانش بالصوره دي. فعبر التاريخ كان في حاجات شبيهه بكده، لكن ما كانتش بالصوره دي. هذا اللدد في الخصومه والاقصاء ما كانش موجود. فالحقيقه أنا بعتقد أن 30/6/3/7 كشفت الغطاء عن بنية اجتماعية وسياسية أفرزت سلوك غير متعود عند المصريين. لكن في نفس اللحظة اللي احنا أدركنا فيها أنها لحظة قاسية، كان في زي ما بقول لك المدرسة الوطنية بتشتغل كويس قوي. الشرطة رجعت في التاريخ ده، والأول مرة شفنا في الميادين الشرطة والجيش والشعب مع بعض. كانت ملحمة جميلة. وأنا بعتقد في صورة مش عاوزة تتنسي الحقيقة من ذاكرة أنا شخصيا، لحظة ما طلع أحمد جمال والسيسي مع احترامي الألقاب يوم لحظة ما طلعوا الاتنين في إيديهم بعض مع بعض، لو إحنا فاكرين قبل الموضوع ده بشهور بسيطة. تمام. أنا بعتقد أن دي كانت لحظة فارقة ورسالة قوية جدا لنظام لم يحتمل هذه الرسالة ولا هذه الإشارة. أقصد أن إحنا لو إحنا بنكتب مذكرتنا عن 3/7 من 30/6 ل 3/7 هنقول ان احنا كان في عندنا مسرح كبير عليه الـ 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 الخونه وعليه الوطنيين، لكن كان معظمه من الوطنيين، وفي نفس الوقت الكل كان متواجد في نفس اللحظه، وكله كان على المسرح، محدش غاب الحقيقه. بالظبط، محدش غاب، لا غني ولا فقير ولا موظف ولا كبير ولا صغير ولا بنت ولا ولد، والمواطن كان شايف ولا راجل. بقولك احنا من حسن حظنا ان احنا كلنا عشنا اللحظه وطلعنا للحظه دي. فهتكتب الحقيقه بنقش غائر في التاريخ المصري. الحكم معنا دكتور، استكمالا لكلام سيادتك، انا عايز اتوقف عندما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالنزول لتفويضه في محاربه الارهاب. لما نشوف المواطن البسيط مش بس في القاهرة، في القرى، والنجوع والتضامن الحقيقي والاستعداد للوقوف إلى جانب القوات المسلحة بكل المعاني. صحيح. حتى الناس اللي كانت خارج القوات المسلحة تمنوا أنهم يرجعوا تاني للقوات المسلحة عشان يتضموا، لأنهم شافوا الأسوأ خلال هذه الفترة. ممكن نشوف البنية الاجتماعية وزيادة الوعي السياسي حتى عند المواطن الأمي اللي هو مش بيعرف يقرأ ولا يكتب حتى، ولكن الإحساس العام أو إحساس الأحداث السياسية أثر فيه بشكل كبير. ممكن نقول عليه إيه بعد الفترة دي؟ شوف، هو كانت الكل أدرك أنها معركة وجود، ما هيش معركة عندي، ما هيش ثورة عندي. الثورات بتقوم عشان قلب النظام أو تغيير جزء من النظام أو تمرد على حاجة مش عاجبه، لكن دي كانت الحقيقة، كانت وجود يعني.